خلاص. لكن نعمل ايه في الشعب ده بقى؟ منذ القاهرة، احمد ابو شويح، الناس اللي عايزة نبقى زي اوروبا وامريكا. انت عارف يا حبيبي بره الحاجات دي اسمها ايه؟ اسمها فانداليزم، تخريب. هنا طبعا كان في ازاز في البتاعة دي زي اختها، بس اتكسر، شال، سرق. فانداليزم ده ممكن تعمل اهو، بص امجد ميجو اهو يا جماعة، لو سمحتوا كلموهم، والله انا عايز الناس تكلمهم علشان تطلع عين ابوهم. بصوا بصوا، ادي البتاع اللي لسه ما بقالوش شهور. فالمشكلة مش مشكلة بلد، النيل العريق اهو، خسارة فينا والله، خسارة في الشعب ده، الشعب اللي بيعمل ده، خسارة في اي حاجة، اي حاجة، اثار بقى، انجازات، مدارس، صحة، خسارة في اي حاجة. مأساة والله العظيم، مأساة. زي ما دايما بقول، بلد دي ما بلدنا دي مصر، بلد العشرة في المية، 10% محترمين، 90% مش عارف نعمل فيهم ايه الحقيقة. بحبك يا ام مليكة، الله الله عليك. السور كله متشوه يا جماعة، السور كله متشوه. على فكرة لما ده يدهن تاني، دي فلوسي وفلوسك، فلوس اللي بيدفعوا الضرايب. مأساة. انا مش عارف هنفضل لغاية امتى كده، والله العظيم. ايه الفكرة؟ ايه الفن؟ مرسي.